بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. زدت صلاة وتشريفا وتسليما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام، نعيش خاشعين مسلمين مع التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ بخاري مصر العربية والعالم الإسلامي كله، وفخر قراءه وحفظة الكنوفية فضيلة القارئ الشيخ مابن أسامة الشيخي القارئ والمقيم بالخور، سائلين الله عز وجل له التوفيق، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ولئن أصابكم فضل من الله ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا وجعل لنا من لدنك وليا
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقالوا ربنا
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه
فما لها ما أصابك من حسنة فمن الله وما وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل لا. أفلا يتدبرون القرآن أفلا صدق الله العظيم. يا من تعشقون محمدا وسيرته صلوا عليه تفوزوا بصلاته. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام في كل مكان من ارض الاسلام، لقد عشنا مع صوت من لا يمل سماعه وقران يترتب اليه كل استماعه، تلاوه قرانيه مباركه ألقاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعضو من قاضي القضاء وفخر قضاء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ مادي أسامة الشيخي القارئ والمقيم بالخور. أما كان معكم وتوفيق من عند الله إذاعات صوتية هندسة كهربائية مخازن الفراشة الحديثة المشهود لها بمركز ومدينة أشمون لصاحبها الحاج محمد السبكي الحاج محمد السبكي وأولاده المقيمين بطليا.
اما بالاشتراك مع الخدمه الفندقيه الممتازه يحيى المقيم بسلسله ليال الساده المؤسسين قبول العزاء اجمعين ان كان لله وكان سعيكم مشكورا